ما شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وبطاقة ايجابية. كما شفتوا في الفيديو تاع اليوم حنشارك معكم اجواء كيفاش راح يخرجوا نتائج الباك. الوغ اليوم راح يخرجوا لي ريزلتا، اليوم رانا الاربعاء لو 14 اكتوبر والنتائج راح تخرج على 3، ودوكا راهي 3 ونص في هذا الفيديو. حبيت نشارك معكم ونوري لكم ردة فعلي ونوريكم النتيجة تاع الباك ان شاء الله، ونوريكم كيفاش راح نحتفل مع لا فامي ديالي، مع خواتاتي، بنات اختي، خويا، بابا. دوماج ماما ما كاشها، هي بعيد علينا شويه، مي بون ان شاء الله نفرحها. قلت لكم اليوم ان شاء الله حنشارك معكم قاعه الاجواء في هذا الفيديو ان شاء الله، وانا راني متفائله الخير وان شاء الله نلقاو الخير. يا ربي ربي كل يفرح كل واحد ان شاء الله تعب وكل واحد عيا باش يوصل لهذه اللحظه. ربي ان شاء الله يوفقكم ويوفقنا ان شاء الله يا ربي. الوغ هذا الفيديو حيكون عفوي بزاف، راح نسيه ما نديرش فيه مونتاج كامل، لصق برك لي فيديو. ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو وان شاء الله تكونوا تفرحتوا معايا. حبيت نشارك معكم اجواء الفرح ان شاء الله، باش هكا تشوفوهم وتفرحوا معايا، ونشارك معكم كاع الاجواء باش تفرحوا معايا وتجوزوا معايا هذا النهار. النهار هذا مميز بزاف، ان شاء الله ربي يفرحني وربي يعطيني قس تعبي، وان شاء الله كل وحده راهي تشوف فيا ولا كل واحد جوزوا الباك ان شاء الله تكونوا فرحتوا. واذا ما ديتوش معليش سي با لا فان دو موند، عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، بالك العام الجاي تدوه بموين خير ما كنتوش متوقعينها. ان شاء الله فيها خير يا ربي، ربي يفرح كل واحد داعيه وكل واحد تعب وخدم باش يوصل للبيت ديالو. الوغ دوكا راهي الوحدة ونص والنتائج تخرج على 3، دونك راني نستنى باش نخرج باش تخرج النتيجة ونشوفها مع خواتاتي. دونك نروح نشعل دوكا لو بي سي ونوجد الكاميرا باش نصور فيديوهات اكثر تشوفون في الانستغرام ديالي. روحوا شو تبعوني في الانستغرام باش تشوفوا كاع التفاصيل تاع الاحتفال، وان شاء الله يكون اجمل يوم واسعد يوم في حياتي. تابعوا الفيديو باش تعرفوا المزيد من التفاصيل. يلا وعلوا الزغاريد، شهادة صارت بالإيد، يلا نعلن هالفرحة للناجحين اللي بيعيد. احنا سهرنا وتعبنا وما همتنا راحتنا، تنسمع كل الدنيا انجحنا والله انجحنا، وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا، بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا. إن شاء الله بتعم الأفراح والكل بيبقى مرتاح،
وما في فرحة بالدنيا مثل الفرحة بالنجاح. ونجحنا وفرحوا أهلينا وكل الناس تهنينا، ويلا معنا وشد الكفّ